السلام عليكم ورحمة الله. لما حدث ما حدث في غزوة أحد، قال المنافقون: لو أطاعونا ما قتلوا. فأصاب ذلك البعض بهم وغم وحزن، ولكن مهلا، من قتل في سبيل الله فهو شهيد، وما أدراك ما الشهيد؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله يبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون فرحين غاية الفرح، مسرورين تمام السرور، فغمرتهم سعادة بالغة لا يمكن وصفها، سعادة تقر بها العيون. وجمع الله لهم بين نعيم البدن ونعيم القلب والروح، فمن الله عليهم وأعطاهم ما يحبون وزيادة، وآتاهم الله من فضله وكرمه وجوده، وشتان بين عطاء الله للمؤمن في الدنيا وعطاء الله للمؤمن في الآخرة. ويستبشرون خيرا بإخوانهم المجاهدين الذين فارقوهم وهم أحياء. وعندما تقول أنا مستبشر خير، يعني ذلك عندك أمل كبير بقدوم هذا الخير. وعندما تقول أنا مستبشر بقدوم فلان، يعني أنك متطلع وعندك الرغبة وأمل كبير بقدوم فلان. فأولئك الشهداء مستبشرون وعندهم أمل كبير بأن يلحق بهم إخوانهم المجاهدين في سبيل الله. والاستبشار زي ما احنا عارفين هو طلب البشارة، وسميت البشرى بذاك الاسم لأن أثرها يظهر على البشرة. ولماذا لا يلحق بهم إخوانهم الذين يسيرون من خلفهم على طريقهم وأثرهم؟ ألا خوف عليهم فيما يستقبلون من أمور الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا الفانية. فنفى الله عنهم الخوف والحزن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يموت له عند الله خير يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة، فإنه يحب أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون.